بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مالك الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. قال أي ذو القرنين رضي الله عنه، قال هذا رحمة، أي وصلت وأنا من تقنية رفيعة. قال ما كان على بال اللي طلبوك الجماعة اللي طلبوه في إنهاء شغب يجوز ومجوز، ما كانوش يعرفوا بالضبط التقنيات اللازمة لتحقيق ما طلبوا. لكن الرجل هذايا لأنه كان قريب من الرحمن، أعلى الله شأنه، وكل ما يتجه لها إلا وأما يفرض قانون الله ويعاقب من يستحق العقاب ويجازي من يستحق الثواب. ولي جماعة أخرى يكادون يفقهون قولا كذا كذا، تدخل على تقنية التخاطب بالإشارة وأنت ماشي من غير لغة شفوية لورال. قال هذا ستون لونج جيستيوال سمبولي. قال هذا رحمة من ربي، الإجراء كذا فصول مجرى كله جاء من عند ربي، لولا ربي ما كنت مرحوم بهذه التقنيات. قال هذا رحمة من ربي. فإذا احنا اليوم عندنا الكرب والعجم كلهم ولو أرباب، الرئيس ولا رب، وكلب مصر عرفته في نوصل من الغرور ومن الغفلة، زي خاطر ملعون ليل نهار، تعلم مجرد صلاة جيت تأمن الناس رغم أنفهم لا يقبل منك ربي دعاء. هذا قالك مش يقوم بمعجزة في أرض مصر، المعجزة هي أن يلعنه اللاعنون، اتفقوا على اللعن إلا في حد اللهم 100 سنة. لكن اللي ظاهر عندنا نحن الظاهر اللي هو من اكبر الصهاينه اللي بليسيونيست بليسيونيست سي ان باني دو لا بار دو الله اون جينيرال، اللي هوني اللي مودي اللي فريمون لينمي دي اخوان المسلمين. خاطر اخوان المسلمين عاده شكون يحاربهم؟ يحاربهم كان اللي خاف من الاسلام. وشكون يخاف من الاسلام في المقام الاول؟ هما الصهاينه. وصاين علاش ركبوا؟ ركبوا على الكرب، الملوك والوزراء المنظورين والأمراء المخذولين وكذا، أغلبهم يروا يتكلموا على العام. أشكون نزل عليهم ويذل فيهم ركب على ظهورهم ويسلب فيهم؟ كان ما تعطينيش نكب لك سعد كيما كلب ترامب. ترامب مش قاعد يعمل مع كلاب السعودية، ولا فايدة بكثرة الحديث على هؤلاء الأنزال. نسأل الله السلامة.